هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني السياسات القطرية تجاه الأزمة في اليمن، متهما الدوحة بالإساءة للحكومة اليمنية وانتهاج سياسات تتناغم مع أجندة الحوثيين المدعومين من إيران. وكتب الأرياني عبر سلسلة تغريدات له في تويتر أن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم وأجندة الانقلاب الحوثي وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني. واتهم قطر بأنها اتجهت لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية. وفي إشارة غير مباشرة للتحالف القطري التركي، أعرب الأرياني عن أسفه لما وصفه بوقوف قطر بعيدا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية. ويعتبر حزب الإصلاح الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي في اليمن أداة تركية قطرية لضرب التحالف العربي، حيث يسعى محور أنقرة الدوحة عبر عدد من القيادات الإخوانية المقيمة في إسطنبول للتسلل إلى اليمن بأقنعة مختلفة وخاصة تحت ستار المساعدات الإنسانية. وتتناغم الزيارات التي يقوم بها الضباط الأتراك لبعض المحافظات المحررة التي يهيمن عليها إخوان اليمن مع تصريحات أطلقها بعض المسؤولين في الشرعية المواليين لقطر، والذين عبروا صراحة عن انحيازهم لصالح إنشاء تحالف جديد في اليمن مناهض للتحالف العربي بقيادة السعودية، والتلويح بتمكين أنقرة من بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الموانئ والمطارات والنفط والغاز. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي.